وتسبيح الرب أدبا أدبني الرب. مصنون سارت أعمال جسمي الرسل الأطهار من اسمي. في تلك الأيام لما تكاثر التلاميذ حدث تذمر من اليونانيين على الإبرانيين بأن أراملهم كنا يهملن في الخدمة اليومية، فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقالوا: لا يحسن لنا أن نترك كلمة الله ونخدم الموائد، فانتخبوا أنتم أيها الإخوة منكم سبعة رجال مشهود لهم بالفضل وممتلئين من الروح القدس والحكمة، فنقيمهم على هذه الحاجة ونواجب نحن على الصلاة وخدمة الكلمة. فحسن الكلام لدى جميع الجمهور، فاختاروا استيفانوس رجلاً ممتلئاً من الإيمان والروح القدس، وفيليبوس وبرقوس ونيكانوس وتيمن وبرنامس ولينيكولاوس دخيل أنطاكيا، وأقاموهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الآيات، وكانت كلمة الله تنمو عند التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وكان جميع الشعب والكهنة يطيعون في الإيمان. وكان جميع الشعب والكهنة يطيعون في الإيمان. مرقس الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر لنصير في ذلك الزمان جاء يوسف الذي من الرامة مشير تقي، وكان هو أيضا منتظرا ملكوت الله، فاشترى ودخل على بيلاطس وطلب جسد يسوع، فاستغرب بيلاطس أنه قد مات هكذا سريعا، واستدعى قائد المئة وسأله: هل له زمان قد مات؟ ولما عرف من القائد وهب الجسد ليوسف، فاشترى كتانا وأنزله ولفه في الكتان ووضعه في قبر كان منحوتا في صخرة، ودحرج حجرا على باب القبر. وكانت مريم المجدلية ومريم أم يوسف تنظران أين وضع، ولما انقضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسلومي حنوطا ليأتين ويدهنه، وبكرنا جدا في أول الأسبوع وأتينا القبر وقد طلعت الشمس، وكنا يقلنا فيما بينهن: من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ فتطلعنا فرأينا الحجر قد دحرج
لأنه كان عظيماً جداً. فلما دخلنا القبر رأينا شاباً جالساً عن اليمين لابساً حلة بيضاء فانذهلنا. فقال لهن: لا تنذهلن، أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب، قد قام ليس هو هاهنا، هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه، فاذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس: إنه يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. فخرجنا سريعا وفررنا من القبر، وقد أخذتهن الرعد والدهشة، ولم يقلنا لأحد شيئا. لأنهن كنا خائفات.